يا اهلا وسهلا فيكم، مساء الخير عليكم جميعا. كويس ضبط. كل عام وانتم بخير، عيدكم مبارك جميع متابعين لافن السعوديه. معاكم خالد العواد، واحد من فريق لافن السعوديه. نعايد عليكم من جديد ونرحب فيكم بالحلقات او اللقاءات المباشره في ايام العيد، واللي راح تصير من ضمن حلقات برنامج ذا لافن شو اللي راح تنشر بعدين في جميع وسائل التواصل الاجتماعي بشكل مختصر و جميل. اليوم أو هذه الساعة ضيفنا من المخرجين، من أوائل المخرجين الشباب اللي طلعوا من أكثر من 10 سنوات، ويعني فاز بجائزة سفير الأمم المتحدة عن قارة آسيا لصناعة الأفلام، المخرج منصور البدران. شوف موجود معنا منصور ولا لا؟ طبعا اليوم ايضا بعد ساعة معانا الضيف الشاعر، ضيفنا الثاني الشاعر خالد العوض، شاعر الغنائي، وساعة 12 ان شاء الله نجم علي الشريف. منصور يا منصور، تمام. رحب فيكم جميع، شكرا لتفاعلكم. حياك، اهلا والله. اهلا وسهلا. اهلا والله، ان شاء الله انه ما يتاخر الصوت لاني سمعت صوتك قبل لا اشوفك. لا عيدك مبارك منصور، كل عام وانتم بخير. عيدكم وانتم بخير ان شاء الله، صحة وسلامة. عاش من شافك حبيبنا، عاشت ايامك. وين الغيبة؟ طيب نزل الكام عشان يلا. انا اعتذر من الكومنتات يعني عشان ما تشتتنا، عشان اللي بيتابع اللقاء يشوف كويس ويسأل ويعلق على كومنتات الأسئلة. منصور، شخ أخبارك؟ شلونك؟ الحمد لله تمام والله. السؤال المعتاد، كيف العيد معك هذه السنة؟ مختلف شوي يعني، بس مع الأهل داخل البيت يعني. فعاليات يمكن نسويها بوقت معين، في العيد صارت العيد كامل. صادق، بس كثير من الناس حبت العيد هذا، مع انه كانت يعني السنوات اللي كانت حلقوان العيد السنوات الماضيه مبسطه على هذا العيد، مع انه ما في شيء يعني ما في طلعه من صحيح. اتوقع يعني جمعه العائله يمكن كانت مختلفه يمكن السنه هذه. طيب أو شو، إحنا بنبدأ بالجديد والأحدث. أي. فيلم صامل آخر إنتاجاتك أو آخر أعمالك، بعدين بنبدأ في البدايات. كلمنا عنه وليش ما نزل على يوتيوب، إيش ما يعني. صامل سويته السنة الماضية تقريبا نفس الوقت، كان أول عرض له في مهرجان أفلام السعودية. بعدها بتقريبا شهر انعرض في مهرجان العين السينمائي ومهرجان الصقر الذهبي للمقام في حي سفارات الرياض مع السفارة الهولندية. وبعدها كانت عروض خاصة، يعني كان في عرض خاص في معرض اللي هو مسك، معرض مسك اللي يقيم في نوفمبر للإعلام، منتدى مسك الإعلامي. وأيضا عرض في يعني عروض خاصة أنا شخصية سويتها، وعروض في ندوات يعني سويتها في الشرقية وكذا. كيف كان التفاعل طيب؟ الحمد لله تفاعل جيد. يعني للأسف الفيلم لأنه خاص بالمهرجانات ما قدرت أنزله أونلاين كإجابة على السؤال، فإلى الآن يعني في احتمالية إنه يعني يتوسع يصير فيلم أطول أو إني أستمر في تقديمه المهرجانات كذا. فهذا السبب الرئيسي اللي ما خلاني نزله. باختصار فيلم صامل يتكلم عن شخصية خيالية اسمها صامل، عبارة عن جمل أو بعير في عالم خيالي، تعيش في مجتمع ما يتقبل الفئة هذه يعني ببساطة. فيحاول صامل ممثلا بهذه الفئة انه يحاول يندمج في المجتمع كذا. فيلم كوميدي ساخر يعني، هو شوي فيلم قصير. هو قصير نعم.
حلو. طيب ما راح ينتشر يعني، ما راح ينزل يوتيوب؟ والله لأن في خطط لأني أوسع أكبر، فما ودي أتسرع أنزل النسخة هذه، لأنها أعتبرها ديمو ولا ترايل يعني. اوكي ودي إني أطورها أكثر، لأن فيها عيوب كثيرة وكذا، فما ما ودي أعطي انطباع أولي يعني الفيلم. سلبي يعني. أنا طب انت، انا يعني اذكر في يعني في جلسه لنا من زمان، كانت يعني جرافيكس الفيلم كانت تكلف ومتعبه نعم ومرهقه، شلون صار جدا. الموضوع؟ هو الكونسبت كبداية كان يتطلب انه يصير فيه مصمم 3D، هو ما يسمى يعني في مجال صناعة الافلام CGI. CGI معقد اكثر، مو بس 3D، يعني elements كثيرة مع 3D، احيانا يسوي شيء يسمونه keying background، ما ادري ايش، في اشياء كثيرة اكثر تعقيد يعني واكثر واقعية. فسي جي اي بطبيعة الحال مكلف جدا يعني. في افلام مبنية بالكامل على سي جي اي مثل افلام مارفل وغيرها تكلف يعني ملايين، هنتكلم عن ملايين ملايين يعني. فعشان الاقي واحد يسوي لي اياها يعني بجت متواضع كان في التحدي يعني، بس لقيت الحمد لله واحد واقنعته. بس في النهاية المستوى اللي طلع يعني مستوى يعني طيب يوازي سؤال، يوازي امكانياتي كانت عندي ماديا يعني. اي ليه 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 يعني اخترت انها تكون 3D يعني الكاركتر هذا، الكاركتر البعير وفي كان خيار ثاني اني اخليه الدمية هاي مثلا، انه شيء الواحد يسمونه يلبس، وتستخدم ترى في المسلسلات والافلام الاجنبية. كان في خيار اخليه شيء يسمونه بروفيستيك ميك اب، يعني اخليه وجه صدقي، بس انا ما كنت مقتنع ما كنت مقتنع اخليه ميك اب، لان احس انها ما بيطلع ما بيختم الرساله اللي ابيها او الاحساس اللي ابيها. ميك اب في النهايه، في النهايه الممثل بتطلع عيونه الصدقيه، عيونه البشريه يعني. فما كان هذا الشيء يختم اللي انا ابيه يعني. ومتعب يمكن، لان كل يوم تصوير راح يرسم من جديد، وممكن انه يصير صحيح مختلف عن اليوم اللي قبل. طيب صحيح. منصور، كلمنا عن دراستك، اللي يشوفك او يشوف لقاء لك اول مره او يسمع منك اول مره، كيف بدايتك وكيف قبل دراستك في امريكا في شيكاغو تحديدا؟ انت من 2007 يمكن في المتوسط اخرجت اول فيلم تقريبا، ولا قبل؟ يوم كنا انا وانت في نفس المدرسه اتوقع، ولا اوكي إيه. لا بس انت اكبر مني بشوي. سنه واحده بس. بعد ما تخلصت من الثانوي رحت جامعه الدمام، درست هندسه معماريه تقريبا سنه، بعدين طلعت امريكا اقل من سنه، درست جامعه الدمام يمكن سمسترين او اقل من سمسترين. بديت في تقريبا شهر جولاي او اوغست، وانتهيت في جامعه الدمام في شهر تقريبا ابريل، شهر 4، فقل من سنه يمكن. بعدها طلعت لامريكا ولايه اوريغون، درست صحافه تقريبا مده سنه او سنتين، عفوا سنتين. بعدها انتقلت لشيكاغو، درست السينما، جامعه اسمها ديبول، السينما الرقميه بتخصص الانتاج السينمائي، وتخرجت الحمد لله 2016 مع مرتبة الشرف، ورجعت السعودية اشتغلت فريلانسنج أعمال حرة يعني فترة، عمل حر في الإخراج والإنتاج السينمائي والإعلانات أفلام وثائقية. بعدين طلعت أشتغل في يعني لقيت وظيفة كمخرج. أنت قبل تدرس في شيكاغو كنت وقتها بعد أنت خرجت فيلم او سويت فيلم في اعتقد في اوريغون، مسلسل ما كان فيلم، كان مسلسل اسمه مبتعث جي، كان يعني سكتشات كوميديه عن مبتعثين سعوديين في امريكا، يعني كوميديه خفيفه كذا. كان على اليوتيوب؟ كان على اليوتيوب، موجود للان المسلسل. حلو. وفي اذكر وفي واحده من الحلقات اذا ما خاب ظني من ضمن المسلسل او لا، كان يتكلم عن نظرة الغرب للسعوديين والخليجيين بشكل عام. صحيح. الأول حلقة يعني العرب بشكل عام يعني كانت تتكلم عن يعني مواقف يومية مضحكة يعني يمروا فيها السعوديين بشكل خاص. وش جاك من الفيدباك على ذيك الحلقة؟
الحمد لله ما يعني كان طرحها كوميدي يعني وساخر وكذا، فالانطباع كان جيد يعني، ما كان شيء خارج عن توقعات. طيب السالفة اللي أنا صدق ودي بعرفها بعد، سالفة 2010 في جائزة الأمم المتحدة، أي أنت شاركت في هذه المسابقة صح؟ صحيح. من أنا ذاك بان كيمون، نعم، اللي يعرب عن قلق دائما معروف دائم. بانك 2010 سمعت عن المسابقة، شفت القوانين حقتها، كان اسمها السفراء المواطنون Citizen Ambassadors، مسابقة سنوية تقام من الأمم المتحدة قسم الكوميونيكيشن أو التواصل. وسمعت المجاب، كنت مشترك بالصدفة، حتى مشترك ميل ليست في ياهو، كانت في أحيانا قبل الجروبات الواتساب فيه زي جروب أبو نواف وكذا، وكنت مشترك بريدية بالهوت ميل، قوائم بريدية، مشترك بقائمة بريدية اسمها شباب بلا حدود Youth Without Borders، كنت متعرف على مجموعة من الشباب من مختلف دول العربية في مؤتمر اسمه مؤتمر الفكر العربي، اللي ينظم من قبل مؤسسة الفكر العربي اللي يرأس مجلس إدارتها الأمير بندر بن خالد الفيصل. فوقتها كان في مؤتمر في لبنان 2007، وبعدين مؤتمر في القاهرة في 2008، وتعرفت مجموعة شباب وضافوني للميلينج ليست هذه. بعدين تجي دائما إيميلات، بعثات، سكولرشيبز، مؤتمرات وكذا، وجاء هذا الإيميل مرة وشفته وقلت والله فيديو كومبيتيشن، مسابقة فيديو، اشتركت فيها وسويت اللي يبغون المتطلبات، والحمد لله تيسرت يعني ترشح. هو كل سنة في فايزين من كل قارة صح؟ فأنت فزت من آسيا؟ أنا فزت من قارة آسيا. نعم. حلو ما شاء الله. اللي طيب قبل السنة اللي قبلها كان فايز من باكستان، والسنة اللي بعدها أنا فزت. ممتاز. طيب وتكرمت في مبنى الأمم المتحدة. نعم. نفسها. نعم. كان شعورك والله كانت رجعت السعودية، ايش كان شعور الناس، التفاعل؟ انا شفت يعني وانا قاعد اعدل الحلقة يعني وشوف اللايف، شوف صحيفة الرياض، جمعية ثقافة وفنون في الدمام، وكثير من وسائل الإعلام اللي تكلمت عن الموضوع ده. صحيح. يعني أول شيء التجربة كانت يعني مذهلة مرة يعني. وقتها يمكن كان 2010 توه، ما تويتر ما كان كان موجود، ما حد كان يدري عنه، ما في انستغرام، ما في سناب شات، فيسبوك يمكن يكون هو الشيء الوحيد اللي الناس تدخله يوميا، فيسبوك كان وزا بيج ديل يعني وقتها في 2009 10 11. يعني كان الحمد لله يعني كان تجربة ممتازة، تعرفت فيها على ناس من الأمم المتحدة، للحين أنا على تواصل معاهم يعني، مختلف الأقسام اللي فازوا معاي كانوا من قارات مختلفة، من واحد نيجيري، واحد أسترالي، واحد مكسيكي، وواحدة روسية، كانوا فائزين كلهم، للحين أنا على تواصل معهم يعني من 10 سنين تقريبا. تجربة رائعة كانت. التقينا طبعا، رحنا اللي هو كان برنامج كامل، التقينا فيه مرتين بان كي مون، كان هو السكرتيري جنرال، وخذينا فيه جولة في متحف الأمم المتحدة، كان هو متحف مرافق كل الوفود الأمم المتحدة يحطونه، ورحنا وتم دعوتنا لفعالية في اللي هو الجنرال اسمبلي يسمونه، القاعة الكبيرة المعروفة هذه الأيقونية حقت الأمم المتحدة. هذه زرناها، كنا زارينها مرتين في برنامج الصباح، كانت زيارة فقط، وبعدين مساء كان فيها حفل موسيقي حضرناه، وبعدها حفل موسيقي ثاني كان في السفارة الكورية، لأن السنة كل سنة الأمم المتحدة تختار دولة كسنة الدولة الضيف، ضيف شرف وكذا، فكانت كوريا الجنوبية ضيف الشرف، فرحنا بعدها لسفارة الأمم المتحدة الكورية الجنوبية، وكانت تجربة ممتازة يعني. رجعت من أمريكا وقتها، أول مرة كنت أروح أمريكا صراحة يعني، كانت التجربة مذهلة بالنسبة لي بشيئين، أنها كانت أمريكا يعني أول مرة أروحها، وثاني شيء كانت الأمم المتحدة يعني، فكان كان ال 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 الاندهاش مضاعف يعني وكذا. والحمد لله يعني رجعت، ووقتها تم تكريمي من، كنت في جامعة الدمام، تم تكريمي من الدكتور بيش، مدير جامعة الدمام وقتها كان، وكنت أدرس وقتها في جامعة الدمام،
وفي لقاءات كانت ايضا مع التلفزيون السعودي اكثر من لقاء، تقارير صحفيه والى اخره. الحمد لله. وطلعت في صح في فعاليه تيدكس كانت في جده اسمها تيدكس اريبيا، طلعت فيها تكلمت عن الموضوع هذا هنا. ممتاز. طيب ذيك من ذاك الفتره يعني ايه. مرورا بدراستك امريكا الى 2020 وش الاعمال اللي انجزتها تشوف انها تضاف لك؟ والله اغلبها كانت يعني افلام قصيره يمكن حققت صدى ونجاح وكذا. فخور جدا وسعيد جدا في مسلسل مفتعتي هذا اللي كنت منزله في يوتيوب، واحد من الحلقات اللي فيه فازت بمسابقه كانت مقامه من مؤسسه اسمها كروس واي فاونديشن، تشتغل كانت بشكل قريب مع الفنانين السعوديين، فازت في واحد من الحلقات فيها 2014. ايضا افلام وثائقيه سويتها يمكن حازت على يعني جوائز هناك في امريكا، في فيلم اسمها الطائر الدمام او طير الدمام، كان مشارك بمهرجان في شيكاغو مدينه اللي كنت اعيش فيها، والحمد لله يعني ترشح كان افضل في مهرجان سينما هناك افضل فيلم وثائقي قصير، وفاز بجائزه اسمها جائزه ذا فينسنتيان اوورد وقتها يعني في المهرجان. طيب المهرجانات اللي شاركت فيها بالخليج اي كيف كانت مشاركة؟ هذه كانت دبي أعتقد. إيه هذه على جزئين يعني، كانت في فترة الثانوي وفترة الجامعة وبعد الجامعة. قبل لا أدخل الجامعة شاركت كمنتج في أفلام أنيميشن كنت مشارك فيها مع ولد عمتي وصديق محمد التميمي، كان هو المخرج وأنا المنتج، فشاركنا بأفلام قصيرة. الحمد لله فزنا فيها سنتين متتاليتين حتى في مهرجان اسمه الخليج السينمائي 2009 و2010. وبعدها شاركت كمخرج في 2010 نهاية 2011 في فيلم اسمه كاميرا ماهر، هذا فيلم قصير كان يتكلم عن اثنين أطفال سعوديين يبغون يشاركون في مسابقة تصوير فوتوغرافي عن السياحة، لكن تواجههم عدة عقبات في انهم ياخذون صور كوميديا ايضا يعني. فقدمت 2011 وايضا في نفس السنه في مهرجان اسمه ابو ظبي السينمائي، ووقتها كان في اكتوبر 2011 وفاز حتى في جائزه يعني افضل فيلم على مستوى مجلس التعاون قسم الطلبه. بعدها يعني كنت مشغول في الدراسة ومحاولة انتقال من ولاية لولاية وشوف قبول ما قبول، فاندمجت في جو الدراسة كثير يعني. بعدين الحمد لله قدرت أدخل الجامعة اسمها ديبول في تخصص السينما، وقدرت يعني أخذ وقت أستقطع من وقت إني أسوي أفلام قصيرة وكذا، بس أغلبها كانت يعني إذا ما شاركت فيها كنت بمهرجان كنت بخليها فقط للكلاس روم يعني تجارب experiments tests واشياء زي كذا project. في فيلم كان اعتقد اسمه سجن العزاب، كان قبل بعد كان قبل الجامعة نعم. صح اي كان هذا يعني وثائقي ساخر كوميدي شوي يعني يتكلم عن شباب سعوديين يحاولون يعرفون ليش وقتها الشباب ما كانوا يقدرون يدخلون مولات كعزاب يعني فكان الوثائقي ساخر يتكلم عن الموضوع هذا. طيب انت دائما ما شاء الله تشارك وتحرص على شو اسمه مهرجانات سينمائيه خصوصا في الخليج، الحين اعتقد ان اغلبها تكنسل. دبي، مهرجان دبي السينمائي، مهرجان ابو ظبي، الخليج. الان في مهرجانات تكنسلت، في مهرجانات تاجلت. على حسب علمي اللي اعرفه اول شيء نتكلم عن الإمارات، هي كانت يمكن الرائدة في هذا الموضوع. الإمارات فيها مهرجانات، كان فيها مهرجانات مستمرة ووقفت، في مهرجانات تم إيقافها إلى أجل غير مسمى، في مهرجانات مستمرة. بس أبرز المهرجانات اللي أعرفها في كان مهرجان دبي السينمائي أشهر مهرجان، يقال أنه توقف أو أنه تأجل إلى وقت لاحق يعني يمكن ممكن يرجع الله أعلم. مهرجان الخليج توقف تماما، كان تابع لي نفس الجهة اللي هي هيئة دبي للثقافة والتراث، هم اللي كانوا الجهة المنظمة للموضوع.
وفي مهرجان كان إلى الآن يقام، هذا يمكن المهرجان الوحيد اللي مستمر يعني وطويل، مهرجان جامعة الشيخ زايد السينمائي، مركز أكثر شيء على الطلبة والأفلام القصيرة يعني. بس يعني بس كانت الكبيرة تقريبا أبو ظبي ودبي. نعم أبو ظبي انلغى تماما، دبي السينمائي وفي أبو ظبي انلغى نعم، بس تحول أبو ظبي الجهود الفريق حقته تحولت إلى إنتاج، إذا ما خاب ظني إلى شيء اسمه هيئة أبو ظبي للأفلام، صارت هيئة، صار التركيز أكثر على أنها تجيب استثمارات وتجيب برودكشنز الأفلام أجنبية إلى الإمارات أنها تصور. سلمان خان مثلا صور مرة في أبو ظبي، ستار وورز صور في أبو ظبي، فاست أند فيريوس، كلها كانت جهود الهيئة يعني أنها تجيب الأفلام هذه تصور في الإمارات أو في أبو ظبي، تحديدا في أبو ظبي. فيها مهرجان العين السينمائي صار لها الآن سنتين، مهرجان العين يعني أتوقع له مستقبل جيد يعني، العين مدينة جميلة يعني أتوقع يكون لها لا مستقبل. ويمكن عشان العين ما في مهرجان العين السينمائي، ما في ذاك الفشخرة، أو إنه يعني مهرجان تقدر تقول أكاديمي فني يعتمد على المحتوى أكثر من دعوات يعني زي ما أنت عارف دعوات النجوم اللي ما لهم داعي، ايه لا ناس في المحتوى نفسه هم المشاركين ومهتمين بالصناعة، ممكن عشان كذا أنا أعتقد. العين، إيه العين لا اتوقع تو بادي فصعب تنبؤ يعني، آه مش ممكن ممكن يصير ثاني سنة لا، بس في تم دعوة نجوم على الاقل على مستوى العالم العربي يعني معروفين يعني في مجال السينما والتلفزيون كذا، اتوقع له مستقبل يعني اذا اشتغلوا عليه المنظمين ممكن يكون مهرجان يعني له صوت في منطقة الخليجين. طبعا مهرجان البحر الاحمر سمعت اعتقد كان فرحة ايه المختصين في المجال، بس يعني ايه ان شاء الله نشوفه قريب، ان اعتقد شاء يمكن الله نفس الموعد السنة الجاية. ان شاء الله. ما ادري اذا راح يقام السنة هذه ولا لا، منظمين ممكن يعيدون الله اعلم. لكن شاركت في ايه؟ لا ما شاركت البحر الاحمر ما شاركت، بس ما مهرجان شاركت. يعني مهرجان قدمت افلام المسابقة السعوديه اللي صارت الدعم؟ لا قدمت على المهرجان افلام السعوديه المفروض كان يقام في ابريل شهر 4، كنت مقدم سيناريو يعني ان شاء الله نقول السنه الجايه يعني. مدير المهرجان احمد الملا قال قبل فتره اعلن انه في احتماليه انه يقام اونلاين المهرجان بالكامل، فممكن يصير راح هالشيء، يكون سنوي مهرجان افلام السعوديه صح؟ بيكون سنوي، هو سنوي اوريدي نعم. لا هو كان سنه كل سنتين تقريبا يوم كان مع قبل لا يكون مع اثراء اظن يعني. لا هو اقيم في 2008 و9 واعتقد 10، بعدين وقف، بعدين رجع مره ثانيه في 2015 واستمر بعد 15، وقف سنتين رجع مره ثانيه في 2000 و 2018 او 19، اي نعم رجع في 2000 رجع في 2018 وفي 19، بس انه مر المهرجان يعني صعوبات وتحديات زي كذا، فكان يوقف ويرجع يوقف ويرجع، فالفتره الاخيره كان مستمر يعني. انا اذكر والله يعني حضرت اعتقد 2018 او 2000 ايه 17 المهرجان، النسخة اللي كان فيها افتتاح فيلم وسطي حق شباب تلفاز 11، وكان فيلم اي افتتاح كان رهيب جدا، واتوقع كان اول عرض له، كان يعني جهود والله مشاركات جميلة في ذاك الوقت. اي ما شاركت انت وقتها صح؟ شاركت في نسخة 2015 وشاركت في نسخة 2019، فيلم صامل قدمته شارك في 2019، 2015 كنت شارك فيلم اسمه طير الدمام وطائر الدمام. طيب يعني بسألك عن لحظة يعني أول افتتاح أول دار سينما في أبريل 2018 في الرياض، هي. كيف كان شعورك؟ والله شعور ترقب وحماس يعني، لأي صانع أفلام يعني إنه وده يصير جزء من هذا الحراك الكبير والجديد والشاب في السعودية يعني. كنت أتمنى إني أحضر الافتتاح نفسه يعني، لكن
ما تيسرت، فحضرت. كان فيه سينما اللي افتتحت في الدمام هنا، أول سينما في مدينتي يعني الدمام، هذا اللي حضرت يعني، فكان إحساس يعني رائع يعني. طيب من اللي تشوف الحين الأفضل حاليا في صناعة السينما أو الأفلام السينمائية بالسعودية؟ ما أدري والله يعني. لا تقول يعني، لا تقول لا، من ناس يعجبونك يعني، أو مجموعة أو ناس أو كتاب مثلا، تقدر تقول ما يحتاج يعني مخرجين أو ممثلين. والله يعني في تجارب تستحق الإشاهة كثير يعني، تجارب تلفاز سواء كانت من علي الكلثمي، في مخرجين يعني وضعوا اسمهم على الساحة العالمية بشكل جميل يعني، مثل مخرج اسمه رائد السماري، في عندك مخرجين مثال الصديق محمد الهليل، عنده أفلام أيضا حققت نجاح على مستوى يعني عربي أو خليجي. في تجارب الأخوين قدس، في عندهم فيلم إن شاء الله بينزل قريب، فأتوقع فيه يعني في أسماء جميلة بس زاخر المجال المفروض. طيب تحس في فجوة بين الأفلام اللي تشارك مهرجانات السينمائية، حتى أتكلم على الأفلام الروائية الطويلة، أنها يعني ما تحقق نجاح في السينما دور العرض، أو ممكن ما تنعرض أساساً؟ ما كانت يعني ما كان فيها منصة جاهزة أنك تقيس فيها النجاح. أي فيلم يخلص من زمان يعني، نتكلم قبل 5 سنين. إذا مثلا نقول في فرنسا فيلم مشارك وحقق نجاحات في مهرجانات، تقيس نجاحها على مستوى فنيا ونقديا في المهرجانات وماديا وتجاريا في دور السينما. فكان عندك تقدر تشوف إذا خلصت تشوف على طول، السينمات موجودة، الانفراستراكشر موجود، الثيتر موجودة، تشوف على طول تقيس نجاح. عندنا كان الشيء هذا مفقود، فممكن نلتمس الشيء هذا بالقريب يعني، لما يصير في منصات جاهزة بعد ما يخلص الفيلم في عرضه في المهرجانات، ينزل في دور السينما، بعدها بعد ما ينزل في دور السينما ممكن ينزل في منصات الفيديو اون ديماند مثل نتفليكس ولا OSN ولا شاهد وغيره. ففيه الآن فيها خطة يعني، خطة طريق، خارطة طريق نقدر نقول واضحة للأفلام، على خلاف ما كان عليه الوضع قبل 10 سنين يعني. أنا بعطيك مثال مثلا على فيلم وسطي، مثلا فيلم وسطي مثلا تقريبا نزل 2016، انعرض في مهرجانات مثل أفلام السعودية، بعدين انعرض في مثلا جامعة اليمامة وغيره، ما نزل في السينما. يعني انا اعطيك مثال مثلا يعني، انا فيلم وسطي مو بروايه طويله عشان ينزل في السينما. ايه اتكلم في افلام، في مشاركات حلوه، في مشاركات جامده وسمعنا عنها صداع، ما تنعرض في دور العرض السينمائيه، ما كان عندنا دور عرض. اتكلم على الاقل البحرين، الكويت، الامارات. اول شيء وسطي ما هو فيتشر فيلم، شورت فيلم، فما تقدر تقول يعني. في النهاية السينما فيها عرض وطلب يعني، فعندك فيلم قصير والمشاهد يبغى يشوف فيلم مدته ساعة، ليش تعطيه فيلم قصير يشوفه بنفس سعر فيلم الطويل؟ مسألة تجارية بحتة الحين يعني. ف يعني ما كان، يمكن ما أعرف ليش المخرج يعني الكاثمي ما يعني، أو الأخوان في تلفاز ما أدري إيش كانت خطة عندهم، لكن أعتقد يعني إن الفيلم القصير أفضل إنه يعرض في منصات معينة يعني. بس مو بمكانها إنه يعرض فقط الحالة تقص تذكرة وتروح تشوف السينما يعني، تشوف فيلم قصير، لأنه ما فيزبل ماديا، ما حد يدفع تذكرة قيمتها 50-40 ريال ويروح يشوف فيلم ممكن يشوف نفس القيمة فيلم طويل مثلا. في النهاية انترتينمنت هو الموضوع، تسلية يعني. أعتقد إن هذا اعتقد ان على يعني عشان وسط ما ننسى، ممكن نعرض في جامعة اليمامة، ممكن عشان ما هو لوكيشن او موقع حدوث القصه، فما كان اكثر من مكان مادي غير المهرجانات السينمائيه ممكن. واتوقع في النهايه يعني كان خروجه مع مجموعه من افلام قصيره يعني على منصه نتفليكس كان خيار ممتاز يعني، لان في النهايه ملائمه كانت يعني
طريقة عرضه مع أفلام قصيرة كباكج يعني كمسلسل أو كسلسلة كانت خطوة موفقة جدا يعني. طيب لا إله إلا الله، أنا كنت بس أسألك سؤال على الموضوع هذا بس نسيت. نتفليكس الحين اليوم أعلنوا عن أول مسلسل سعودي وساوس أعتقد وسواس أو وساوس حق هناء العمير مخرج السعودية هناء العمير. نعم والله أنا ما شفت تريلر لحد الآن متحمس أشوفه. توقع خبر خبر جميل يعني، هناء مخرجة يعني متمكنة ومبدعة، وأتوقع العمل يعني بيطلع بشكل جيد يعني إن شاء الله. يلا اليوم عاد نذكر إن عندنا لقاء أو بث لايف مع علي الشريف، أتوقع واحد هو من الأبطال المسلسل، ما أدري إذا هو بطل أو مشارك ولكن يستاهل يعني، فنان جميل. منصور إيش رأيك بتجربة سينما إثراء مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي في الظهران؟ يعني هي عرضت صارت تعرض مثلا أفلام قصيرة مثلا يعني سمياتي مدتها ربع ساعة أو كل ساعة انعرض بقيمة تذكرة يعني نص أو ربع القيمة العادية مثلا 15 ريال وغيرها من الأفلام القصيرة، شو رأيك بهذه تجربة ممتازة يعني إثراء، جهود إثراء في يعني ربط حتى الأفلام ببعض فعاليات حقتهم، تضمين الأفلام السعودية في فعاليات يسوونها، جهود كانت جميلة يعني. كل ما كان في فعالية لها عندهم علاقة بشكل أو آخر مع فيلم تم دعمه، وتم فيلم سعودي تم دعمه مؤخراً أو قديماً، أو فيلم حتى سمعوا عنه نفترض مثلاً عن المغامرات يتواصلون مع مخرج يحاولون يعرضون فيلم في سينما إثراء، فجهودهم في مسار إنتاج هنا كلهم بس يعني يعرضون الأفلام السعودية كدعم في مسار إنتاج، هو مسار دعم أكثر من إنتاج يعني، فيه سبونسرشيب برامج اللي هو سعودي فيلم ديز، هذا تركيزهم أكثر على الدعم يعني، على تمكين المخرجين يعني من أنهم يسوون أفلام. يعني أنا شفت أفلام كثيرة يعني قصيرة، بس الصراحة الأفضل كانت في يعني في اللي قاعدين تنعرض طبعاً في المهرجانات، وعشان كذا يعني قاعد أقول مستغرب إن ما جالسين نشوفها في يوتيوب أو تتأخر عرضها. لما يتأخر عرض فيلم زي مثلاً اللي انعرضت في نتفليكس التلفاز 11 أو غيرها من الأفلام، تفقد يعني فيها احيانا في تكون قصص زي اللي شوي منها ترند فتفقد الاشياء هذه. انت يعني ممكن نقدر نقول مثلا صامل، هل تخف مثلا يخف الحماس له او يخف المحتوى اللي فيه شلون يعني كقيمة مع الوقت يعني، ولا ما له دخل يعني مثلا اي فيلم ما اتوقع اي فيلم سواء كان فيلم بلوك باستر كبير مارفل ولا مخرج معروف ولا ذاكره المشاهد يمكن ما هي دائما ذاكره يعني، اليوم مع التواصل الاجتماعي وغيره ذاكره الشورت ميموري ذاكره قصيره الامد ما هي يعني فعاله مره، فلما يكون الفيلم له حمله اعلانيه بروموشن كامبين يشارك بعدها ينزل يكون له وقع أفضل يعني. فأعتقد نعم أتفق معك يعني، يخف يمكن الحماس تجاه الفيلم، والأفضل إنه يكون سريع يعني، الخطوات تكون سريعة للمنتج المخرج عشان يحقق نجاح يعني يمكن جيد. تشوف نفسك منصور مقصر أنت في المجال هذا متأخر؟ سؤالك أثر فيني شوي. لا يعني منصور ما شاء الله عليك كنت من أوائل الناس اللي طلعوا يعني ما أقول من جديد 2007 2006 بس يعني السؤال هذا نفسه ما بعيد. والله هو نعم الجواب نعم، بس ما أحب أحط الأسباب هذه في شماعة يعني أعذار، لكن اللي أقدر أقول أني يعني
اني الان يمكن الاوضاع الحاليه يمكن غيرت فيني شوي، لكن من ناحيه حماس يعني تجاه الانتاج كذا، ف يعني ممكن هذه بالنسبه لي تكون مرحله انطلاقه افضل ان شاء الله. هي اللي خلتك يعني التغييرات الاخيره في السعوديه هي اللي خلتك تتحمس عشان تكتب تخرج صامل؟ من زمان كان حماس موجود، بس يعني كانت النقطه ذي الشراره هذه دائما، ما تدري متى تبدا ولا مين اللي بيشتغل معاك، ولا تحديات اكبر منك تكون احيانا على حسب فكرتك وكذا. واليوم يعني اكثر من اي وقت مضى يعني الاعتماد اكثر على الداعمين، وعلى صار يعني حتمي مره، يعني ما تقدر تسوي شيء على حساب الخاص اذا ما تبقى بمستوى معين يعني، فلازم تعتمد على مستثمرين او داعمين او كذا عشان تقدر تسوي شيء يعني، وعندك سقف معين من مثلا المواهب، الناس الموهوبين تبغاهم، نوع معين من يعني المؤثرات اللي تحطها، ولا الموزعين الموسيقيين تتعامل معاهم، ولا المنتجين وكذا. في صعوبة بأنك تدور فريق عمل كويس؟ هو أكيد أكيد في صعوبة، لأن الاتفاق يكون دائما مع الأشخاص اللي أنت يعني تتصل معاهم فنيا، اللي تحس أنك ما تحتاج تشرح له مرتين عشان يفهم فكرتك يعني، هو فاهمك. فهذيلا تختلف المشكلة باختلاف السيتويشن يعني. فبالنسبة لي يعني الحمد لله ما واجهت مشكلة من الناحية هذه، دائما أحرص أن الفريق اللي أتعامل معاه يكون فريق فاهمني فاهمة يعني، يكون في اتصال كوميونيكيشن. من اللي اشتغل معك من صورة الفترة الأخيرة، أو أغلب أكثر ناس اشتغلت معك في الأعمال، أو أنت اشتغلت معهم؟ والله على نطاق طبعا على نطاق التصوير السينمائي على سبيل المثال، تعاملت بشكل كثير مع الأخ صديق حسين سلام، مصور سينمائي سواء كان في إعلانات وأفلام وثائقية وفي فيلمي صامل، تعاون يعني طويل كان بيننا حتى من زمان حتى قبل أدخل الجامعة، من أيام ثانوي أنا أشتغل معه، فتعاوني دائما معاه في يعني عندي ناس أتعاون معاهم أونلاين في دول أخرى يعني فرنسا ولا في أمريكا، ففي تعاونات دائما تكون يعني مستقلة يعني، ف على حسب المشروع يعني تكون. ما تصير في ورش عمل يعني او كاستنج حق اختيار مو بس الممثلين، اختيار يعني انا والله ودي عندي فكره من مشروع جباره، ابي اسوي يعني اعلان وابي اجتمع مع السعوديه فيها مليانه مواهب الحين، سواء كتاب ميك اب ارتست من شباب وبنات ممثلين، كل المجالات موجوده يعني، والانستغرام هنا يعني انت شايف ومواهب ومبدعين من كل، ما في ورش عمل او لقاءات تجمعكم؟ الا دائما كلام تمركز طبعا في بعض يمكن المهرجانات، مو مهرجانات لا يعني، فيه احيانا فيه اللي هو مركز اثراء دائما يسوي لقاءات يعني، فيه مهرجان مؤسسة البحر الأحمر لإنتاج الأفلام وكذا، في يعني عدة جهات يعني، في الرياض في عدة جهات، في عدة مقاهي يعني ثقافية وكذا، ففي لقاءات دائما، في لقاءات دوري إذا أنت مهتم بالمجال، تعرف وين اللقاءات هذه تصير يعني. في أحد يبادر مبادرة شخصية بغض النظر عن المراكز هذه؟ مبادرة شخصية إيه؟ في يعني اجتماعات شبابية يعني تكون ديوانيات مثلا، أو في أحد الأصدقاء عندي ديوانية شبه أسبوعية يقيم فيها يعني، يجمع فيها الشباب المخرجين وكذا، ففي على حسب. نعم طيب، وش تتوقع المستقبل؟ أنت شو بتسوي في يعني مع التغييرات اللي صايرة وزارة الثقافة، في هيئة للأفلام، في مهرجان جديد سينمائي، في عالم جديد يعني الكل كان يحلم فيه، مو بس صناع الأفلام حتى الجمهور المشاهدين، شو مستقبل تتوقع؟
والله مستقبل مستقبل يعني مشجع، أيضا مليء بالتحديات، يعني لا زال هناك تحديات لأننا نرتقي بمستوى يعني الأفلام وكذا. فمستقبل جميل، يعني مستقبل مشرق جميل مشجع، الكل يعترف أن هذا هو الوقت، الوقت إن شاء الله بيكون الذهبي لصناع الأفلام يعني في السعودية. فنترقب يعني إن شاء الله تكون يعني بداية لانطلاقة أعمال جميلة. بدأت تجارب تقريبا من سنتين او اقل من سنتين في نتفليكس، شفنا مسلسل جن كان عليه يعني لغط وضجه اول ما انعرض، خصوصا في الاردن نفسها في الدوله اللي تم تصير فيها. مسلسل جاستس ما ادري وش اسمه بالعربي لكن نزل وثق جاستس في الامارات. ايش رايك في التجارب هذه؟ في شيء عجبك؟ في شيء قال لك في تغيير؟ قلت انه في تغيير والله يعني الفترة الأخيرة كنت أقطع كلامك، وهل نتفليكس جالسة تتدخل في الإنتاج بشكل يعني بغض النظر عن الصورة اللي ماخذينها الحين في السوشيال ميديا، بس أتكلم في تدخلات قوية يعني إنه والله ما أدري إذا نتفليكس يتدخلون ولا لا، يعني أعتقد يعتمد على قوة المخرج واتفاق اللي بيكون بينه وبين نتفليكس. لكن في اعمال جميله يعني قاعد اشوفها على نتفليكس، بعضها انتج مسبقا اصلا ونتفليكس استحوذت عليها، فيها حتى مو على نتفليكس، على منصه شاهد يعني فيها حتى اعمال جميله، على اس بي سي حتى في يعني اعمال عربيه عجبتني، في عمل مصري شفته قبل فتره اسمه كل يوم جمعه، كل اسبوع يوم جمعه، كان يعني مستوى نتفليكس يعني كان جدا جدا جميل يعني اللي هو حصري على شاهد اعتقد على شاهد نعم. وفي عمل ثاني ما يحضرني اسمه، كان خيال علمي حتى يعني، فتوقع الفتره الاخيره كان في يعني تطورات من الناحيه هذه. امس كنا نسولف انا وحبيبنا ضيف مطلق مطر عن مسلسل الام القرايد، كان واحد من انتاجات اعتقد شاهد نعم، خذ صدى واسع. انا ودي لو كان عندي وقت والله ودي اني اشوفه، يعني كل قبل رمضان كل العالم اللي كانوا في تويتر مختصين او مهتمين بالافلام والمسلسلات والدراما كانوا يمدحونه. كانوا يمدحون التجربه وخصوصا تمثيل مشعل المطيري، ما ادري اذا شفته ولا لا. شفت اول حلقتين ثلاث حلقات منه، يعني تصويره في الجنوب كان خطوه حلوه مره، يعني اللوكيشنز اللي موجوده طلعوا عن المألوف، طلعوا عن المألوف، في تجديد. حسيت يعني يمكن ما شفته كله يعني، بس حسيت انه في للحين شوي يعني روح المسلسل الخليجي تقليديه شوي، لكن كان في اضافات يعني ما هي موجوده باي مسلسل سعودي نتكلم، يعني اللوكيشنز، التصوير، إيقاع المسلسل، يعني كان فيه شيء مختلف عن باقي المسلسلات. عندك أفكار جريئة وتشوف أنها مسموح فيها كنظام من وزارة الإعلام ووزارة الثقافة، بس خايف من ردود المجتمع؟ ما أدري والله حاليا، ما أنت في بالك أفكار جريئة ودك تسويها كأفلام ولا كمسلسل على يوتيوب ولا؟ إلى الآن ما نب من النوع يعني ما احب اخلق صدمه يعني في اداره الجد المنصور، بقد ما هي بقد ما هو موضوع في بالك ودك تتكلم عنه. يعني مثلا انا كان عندي كان في يعني في النهايه ما قطع كلامك خالد، بس هو في النهايه السينما منصه تسليه انترتينمنت يعني بلاتفورم، سواء كانت في السينما ولا شفت فيلم على في بيتك. انا عنصر اللي يهمني دائم عنصر الانترتينمنت التسليه، هل الفيلم هذا مسلي، هل تطلع منه بقصة مؤثرة بتأثر فيك بتضحكك، يعني هذا السؤال اللي دائما أسأله. فما هو بهاجسي دائما إنه الفيلم يعني يكون يكون لها شيء جديد في السعودية أو في المجتمع. فأنت شايف إنه القصص تقريبا متشابهة نوعا ما، أو ما في أفكار جريئة، يمكن كانت
فكرة المسلسل، عفوا فيلم، لا إله الله، اللي هو عن نوعا ما سمياتي، كان جديد نوعا ما كأفلام قصيرة، في يعني كذا كذا أفكار جديدة، وخذ ضجة عليها بسبب أنها جديدة. المشكلة يعني لما يقدم شيء جديد، وأنا لاحظت هذه السنة وأمس وأرجع عيد اللي قلناه أمس، مثلاً أم هارون، لما تشوف المسلسل ما في أي شيء داخل المسلسل يمس أي يعني قضية أو موضوع جديد أو جريب، قد ما هو أنه لا، في شخصية مثلاً يهودية في المسلسل فقط لا غير، زي ما قلت يمكن يشابه موضوع فكرة أم القلائد، أنه في روح المسلسل الخليجي التقليدي، خذ ضجة أكبر ما هي عليه من قبل لا يبدأ عرضه. فإذا قدموا أفكار جديدة قالوا شبوا عليهم العالم وقالوا في وفي وفي، وإذا قدموا شيء مكرر قالوا هذه مسلسلاتنا، هذه الدراما حقتنا، هذا العلم. حنا في النهاية أم هارون في النهاية أوكي قدم فكرة جديدة من ناحية الفكرة يعني، لكن التنفيذ إلى الآن إلى حد ما، تنفيذ إخراج مسلسل خليجي شفناه بالضبط، أنا يعني الجرأة ما تكون بس بالفكرة يعني، تكون بالأسلوب الإخراجي، تكون عناصر يمكن ما حد فكر فيها. تجربة مثلا خوين قدس، مسلسل كان اسمه كوكب آخر، أتوقع السنة الماضية كان يعرض على SBC، كانت تجربة يمكن مثال جيد على كيف إذا يعني أعطيت المخرجين مبدعين فرصة أن يقدمون شيء مختلف عن اللي قدم قبل كذا، ممكن يقدمون لك شيء قوي. فأتوقع يمكن هذا مثال يمكن لممكن لفكرة جريئة في الإخراج، ولا لو انعرضت يعني، لو صار عندك خيار أنك تنزل مسلسل أو فيلم لك على منصتين، الأولى مثلا نقول نتفليكس والثانية شاهد، بس شاهد تدعمك وتنتج مثلا فيلمك، ايش تختار؟ أنا بقول والله ما أعرف صراحة يعني، اللي يجي من الله حيا هلا. لأن في أفلام ومنتجات جديدة الحين جالس نشوف شاهد قوية، نفس الوقت انتجات جديدة نازلة على نتفليكس نزلت، ولكن جدا مستواها متواضع حتى في التقييم، يعني أحرجت نفسها بنفسها. ما أتكلم عن الانتجات السعودية الأخيرة ولا الخليجية، أتكلم عن العربية. أنا بروح للمنصة اللي راح ما راح تقيدني إبداعيا وخليني أنفذ العمل على أكمل وجه، أتوقع هذا خياري بكم. وش العمل القادم، المشروع القادم؟ والله إن شاء الله فيلم جديد إن شاء الله بإذن الله. حلو، وش الملامح لحد الحين ولا بعد؟ ما يعني ما أقدر أتكلم فيها كثير، بس إن شاء الله بكون بإذن الله فيلم جديد يعني. من الممثلين الحين الداد ودك يعني عجبك فترة أخيرة ودك يكون معك في فيلم أو ينفع الكاركتر في بالك؟ وفي أسماء يعني مبدعة كثيرة يعني، الصديق إبراهيم الحجاج ممثل مبدع، سام القس، محمد القس إخوان يعني مبدعين أيضا، ودي أني أتعامل معهم في أعمال مستقبلية، الصديق فيصل دوخي، في أسماء يعني كثيرة، ممثلين تلفاز وأيضا ممثلين تلفاز يعني ما شاء الله عليهم يعني مبدعين يعني وتمثيلهم ممتاز. حبيبي منصور، والله أنا أتمنى أن يعني كانت دردشة جميلة ولطيفة وخفيفة، شكرا لك وشكرا لوقتك. شكرا. تقول إضافة أخيرة ولا كلمة؟ شكرا على استضافتك وكل عام بخير. وأنت بخير يا حبيبي. طبعا جميع اللقاءات مباشرة راح تكون موجودة على IGTV سواء في الأيام السابقة ولا اليوم ولا بكرة، يعني موجود البث منصور، لازم تشوفنا.
جميل. قيم نفسك بعدين. حبيبي قلبي. يعطيك العافية. أشوفك على خير يا رب. إن شاء الله. في أمان الله. شكرا خالد. يا حبيب قلبي نشوفك على خير. بعد شوي لقائنا مع الحبيب والسمي الشاعر الكبير شاعر غنائي كبير خالد العوض راح يكون معنا بعد دقائق. متحمسين له كثير، متحمس له أنا كثير وهو جاي يتابعنا الحين. أبو عبد الله إحنا جايين لك الحين وإن شاء الله ما أدري إذا بتتابع حفلة راشد ماجد، إن شاء الله نخلص قبل نبدأ قبل لا تبدأ الحفلة. دقائق وجايين.